تم انتزاع شبوة وسيطرت قوات الشرعية على أبين وذهبت باتجاه العاصمة المؤقتة عدن، فهل ستقضي على المشروع الإماراتي في عدن أم سنشهد جولة جديدة من الصراع؟ أهلا بكم. بعد 3 أسابيع من استيلاء الانتقال على مدينة عدن العاصمة المؤقتة والقصر الجمهوري، وبعد 4 سنوات من سيطرة الإمارات على المنافذ الحيوية، تعود اليوم قوات الشرعية لتدخلها بعد معارك خاطفة وعنيفة. تمكنت قوات الشرعية من السيطرة على مدينة زنجبار مركز محافظة أبين. وصول قوات الشرعية لعدن أربك الإمارات وحلفائها على الأرض، لكن أيام عدن لا تزال حبلى بالمخاوف من انفجار الوضع عسكريا، خصوصا مع التصعيد الإعلامي للإمارات وتحريضها المباشر والزج بمقاتلين موالين لها لخوض حرب شوارع في عدن. تناضل الشرعية لتدعم نصرها العسكري بتطبيع الحياة وتأمين المدنيين، فيما تقامر أدوات الإمارات لتفجير الوضع مجددا في شوارع عدن ضد قوات الجيش. هذه قنايم الإمارات العربية اللي أحدثها مرتزقتها اقترمناها الآن احنا ومغامرة. لم تعد عدن لأنها لم تذهب بعيدا، ولكنها نزعت هيمنة أدوات النفوذ الإماراتي منها إلى غير رجعة. الإمارات التي انتحرت على أبواب شبوة تجني اليوم ثمن خسارتها بعدن بعد وصول الجيش الوطني إلى المدينة. هتف اليمنيون أن من خسر هذه المعركة هو من يوصف بمهندس الحرب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الذي دفع بالمال والسلاح لتأجيج العنف والفوضى في اليمن، ولكن محاولاته لتقويض الدولة اليمنية ذهبت أدراج الرياح مع أول تحرك يمني جاد لمواجهته. حضر الجيش ومعه حضرت الدولة بتوجيهات رئيس الحكومة لحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أمن الناس ومنع أي شكل من أشكال الانتقام والفوضى في عدن. الأصوات الحقوقية كانت حاضرة في مطالبتها بالوصول إلى السجون السرية التابعة للإمارات في بئر أحمد ومنزل شلال شاع وقاعة وضاح ومعسكر الجلاء، وإعلان عفو عام في المدينة لتجنب الدخول في معركة طويلة من الثارات والعنف الذي غرقت فيه عدن طوال 4 الأعوام الماضية. جولة مهمة من معركة استعادة الدولة قد تضمن انتهاء الدعوات التشطيرية وتعافي عدن كعاصمة مؤقتة لجميع اليمنيين في هذه المرحلة، ولكن الأهم كما يرى اليمنيون هو استعادة عاصمتهم الأولى صنعاء حتى يمكن الحديث عن يمن جديد لكل أبنائه. كان مقدرا فيما مضى أن تكون عدن خطوة في درب تحرير صنعاء وبقية أجزاء اليمن من سطوة الميليشيا، إلا أن هذا المشروع تعثر لأكثر من 4 أعوام وكادت عدن أن تتحول إلى عقبة في وجهه. ترتفع الآمال باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء مرحلة الفوضى التي عاشت فيها المحافظات الجنوبية، وباتت الحكومة الآن أمام سباق مع الزمن لتأمين العاصمة المؤقتة وتطبيع الحياة فيها وتوفير الخدمات للناس. إذن أكرر الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي في الاستوديو الزميل الصحفي كمال حيدر. أهلا بك أستاذ كمال. أهلا وسهلا. ما الذي يحدث في عدن اليوم؟ حتى اللحظة يبدو المشهد غامضا نوعا ما. كان في الصباح الأخبار تتحدث عن سيطرة كلية للحكومة والقوات الحكومة على مدينة عدن بالكامل، لكن في الحقيقة هذا لم يحدث أو لم يتم بالشكل الذي كان يقدم عليه منذ الصباح. ما حدث أن هناك قوات يعني أو مجموعة قوات أو قوة صغيرة دخلت من أبين من نقطة العلم واتجهت باتجاه قصر معاشيق، وبعضها توجه باتجاه المطار. كان المطار على وشك، أو كانت القوة التي تتبع المجلس الانتقالي في المطار على وشك التسليم للقوات الشرعية، لكن تم أيضا طردها، أو فيما بعد تم إيقاف القوات الشرعية في من المطار أو إبعادها عن المطار وإعادتها إلى نقطة العلم أو ما بعد العلم، يعني في منطقة تجمع القوات الشرعية في العلم. دخلت القوات الشرعية أو دخلت قوات التابعة للشرعية إلى قصر معاشيق. كان هناك أيضا مشبه انتفاضة شعبية أو عمليات مسلحة قامت بها مجموعات تابعة للمقاومة الجنوبية في بعض المديريات، سيطرت على بعض المواقع وبعض المعسكرات الصغيرة التابعة للمجلس الانتقالي للأحزمة الأمنية
وهي القوات يعني او المجموعات كانت تابعه للمقاومه الجنوبيه وشهدت مواجهات مع الحزام الامني. لكن فيما بعد استعاد المجلس الانتقالي بقواته الحزام الامني والالويه العسكريه التابعه له السيطره على معظم مدينه عدن، ويبدو الان انه يحشد او يعني يعمل على يعني الى الانتقال للمعركه الكبرى التي يخطط لها. واعتقد انه هذا الامر سيكون سيء جدا في هذه اللحظه. سقطت ابيان ولاحج ايضا يعني شبه مسيطر عليها من قبل القوات الشرعيه، واعتقد انه من السيء المغامره في عدن، ويجب الان التوصل الى حل سياسي. هذا ما يحصل او هذا ما حصل بالنسبه ميدانيا وما يجب ان يحصل. لما حدث اليوم استاذ كمال، اذا اردنا عمل عنوان او توصيف لما حدث، عنوان بارز. عنوان بارز انه القوات الشرعيه كانت يعني تحركت بعد ان تحرك القرار السياسي للحكومه الشرعيه. هذا العنوان، استعادت القرار السياسي. استعادت القرار السياسي الشرعيه فتقدمت القوات. راينا في كثير من المحطات كان القرار السياسي متخلفا عن الواقع العسكري للقوات التابعه للشرعيه، وكان هذا دائما يخذلها ودائما يؤدي الى هزائم للحكومه او للقوات الشرعيه. فيما حصل كان هناك يعني استفاقه شعبيه والقوات الشرعيه التابعه للحكومه ومدعمه بقرار سياسي ومدعمه تقريبا بضوء اخضر اقليمي وربما دولي. هذا ما حدث، وتوصلت الان او وصلت الى حدود مدينه عدن تقريبا الان ايضا هي متوقفه هناك بقرار سياسي بغرض التوصل الى حل سياسي، الى مخرج سياسي وتجنيب المدينه التي هي عدن، الحرب التي ربما ستكون مدمره نظرا لتمركز قوات ثقيله كبيره من تابعه للمجلس الانتقالي هناك، وايضا الحشود التي قادمه من ابيان ايضا كبيره ولديها اسلحه ثقيله، والحرب ان حدثت في عدن ستكون يعني ذات حصيله او ستخلف حصيله ثقيله ان استمر المجلس الانتقالي في تعنته بهذا الشكل. طيب نشرك معنا بالنقاش الصحفي احمد ماهر من عدن لنتعرف على مزيد من التفاصيل وطبيعه الوضع الان في عدن. ينضم الينا من هناك الصحفي احمد ماهر. اهلا بك استاذ احمد. اهلا بك استاذ وكافه متابعين القناه. لو تضعنا في البدايه في صوره اخر تطورات الوضع الميداني في العاصمه المؤقته عدن. طبعا الوضع الميداني في العاصمه المؤقته عدن انفجر مع صباح اليوم. اقامت قوات تابعه للحمايه الرئاسيه ومسنوده ايضا من ابناء المقاومه الجنوبيه في بعض المديريات باقتحام بعض المؤسسات التي سيطر عليها ميليشيات المجلس الانتقالي، منها معسكر لواء النقل العام حمايه رئاسيه في مديريه دار سعد، وايضا اللواء الرابع حمايه رئاسيه في منطقه اللحوم، وايضا كان هناك اشتباكات في منطقه العريش والصولبان والى جانب المطار. والى حد الان لم تدخل اي قوات تابعه للجيش اليمني من محافظه ابين الذي كانت قادمه من شبوه، لم تدخل الى حتى الان، ولكن هناك كانت مقاومه شعبيه للمجلس الانتقالي، وايضا قوات الحمايه الرئاسيه قامت لاخذ بعض المناطق التي يعني كانت مسيطرة عليها المجلس الانتقالي، ولا زالت الى حد الان تشتبك في بعض المناطق في خور مكسر، وايضا في بعض المدن كانت في مداخل كريتر، ولا زالت الاوضاع الامنيه في عدن غير مستقره بسبب ان المجلس الانتقالي يحشد افراده من الحزام الامني والقوات التابعه له ويستعرضها في العاصمه المؤقته، ولم يدخل الى حد الان الجيش حتى يساند هذه القوات التي كانت خرجت كشراره حرب في العاصمه المؤقته عدن لتحريرها وتطهيرها من ميليشيات المجلس الانتقالي. طيب ماذا لديك من معلومات حول اخبار تتحدث الان عن تحليق ربما للطيران، وما علاقه ذلك بالاوضاع الغير مستقرة حتى الآن في العاصمة المؤقتة عدن؟ بالنسبة للطيران إلى حد الآن لا نعلم هل هو طيران تابع للإمارات أو هو طيران تابع للسعودية، لا نعلم حتى القصف الذي يقصفه قصف شرق عدن بجانب العلم، وقصف أيضا في منطقة قولة السفينة تابعة للشيخ أسلان في مناطق الحدر لا يوجد فيها أضرار بشرية، لم يعرف أن هناك أضرار بشرية أو إحصائية أولية إلى حتى الآن، ولكن الطيران للاسف الشديد يعمل بشكل عشوائي، ولا اظن انه يعمل طبق عمليات تابع للجيش، لان قياده الجيش الى حد الان لا تعلم اين ضرب وماذا ضرب هذه القوه. طيب في ظل عدم الوضوح وصعوبه الرؤيه في معرفه من يتبع من هذا الطيران، بنظر الى المواقع التي يتم قصفها، من يتواجد في هذه المواقع حتى نتمكن من معرفه؟ قوات شرعيه المتواجد في هذه الاماكن هي قوات شرعيه. بالنسبه لقوات الحزام فهي لها اماكن محدده فقط اللي
تواجد فيها، إما معسكراتها أو إما النفاق المسيطر عليها أو إما بعض المؤسسات التي تابعة للدولة التي اتهمتها قوات الحزام الأمني. أما قوات الشرعية تتمركز في منطقة العلم الذي هي عبارة عن مكان دخول القادم من أبين، أو بالنسبة للألفاد التي تواجد فيها القوات الشرعية من أدوية الحماية الرئاسية في معسكر الألفاد ومعسكر اللواء الرابع. طيب قبل أن نتحدث عن أهمية المواقع التي تحت سيطرة قوة الشرعية أو قوة المجلس الانتقالي، أخذ تعليق فقط من الأستاذ كمال حول دخول الطيران والقصف الذي إلى ماذا يتشير هذا التطور ربما؟ خصوصا أنه يقول أن ربما المواقع هذه تتبع قوة الحكومة الشرعية. ليست أنا لدي معلومات أنه ليس بالضرورة أن يكون أن القصف حدث في منطقة العلم أن يكون المستهدف وقوات الشرعية، ربما يكون المستهدف أيضا قوات تابعة للمجلس الانتقالي، أنه الجميع يتمترس في جولة العلم أو في مدخل العلم يعني، ربما تكون أيضا القصف مستهدف لقوات الانتقالي بحسب أو إضافة إلى أن القصف الذي استهدف مواقع داخل مدينة عدن بحسب أخبار من داخل مدينة عدن أنه استهدف دبابتين تابعتين للمجلس الانتقالي، ويعني هذه أخبار غير مؤكدة. لكن في كل الأحوال أعتقد أن هذه الضرب أو هذا القصف من قبل طائرات التحالف هو بغرض الضغط على مجلس الانتقالي لتنفيذ الدعوة السعودية لتسليم المواقع العسكرية وتجنيب المدينة الحرب والذهاب إلى الحوار الذي كان مطروح من سابق. أعتقد أن هذه رسالة القصف. طيب أستاذ ما أحمد، السؤال الأخير لك عن أهمية المواقع اليوم، يعني ونحن نشرح خارطة ربما النفوذ أو الاستحواذ الآن حالية سواء للحكومة الشرعية أو للمجلس الانتقالي حتى نتمكن من قراءة قادم الأيام لمن ربما تكون السيطرة، لأن كل طرف اليوم يتحدث أن الوضع تحت سيطرته. أهم مواقع موجودة في العاصمة المقزة عدن قد تكون 5 مواقع فقط. أولا جبل حديد اللي هو أكبر مرتفع جبلي موجود في عدن، الذي موجود فيه معسكرين، معسكر تابع للولاية الحماية الرئاسية ومعسكر تابع للمجلس الانتقالي إلى حد الآن الذي حشم الأمر فيه، وأيضا معاشيق اللي هي الآن في يد الولاية الحماية الرئاسية وأيضا في يد الحزام، يعني نقل مجموعات الحزام والولاية الحماية الرئاسية لا زالت في منطقة معاشيق. المطار، مطار عدن الدولي الذي كان لساعات قليلة كان بيد الولاية الحماية الرئاسية، ولكن أيضا كان حصل اشتباكات فيها وتم الصبر عليه من قبل الحزام الأمني التابع للإمارات. وأيضا منطقة العلم الذي هي المدخل الشرقي إلى عدن من جهة أبين، أيضا المدخل الشمالي الذي هي تابع لمحافظة لهج، ومحافظة لهج إلى حد الآن الاشتباكات فيها، وصالح السيد مدير أمن محافظة لهج السابق وقال الربيع مدير الحزام الأمني يحشدوا لدخول العاصمة المقطعة عدن. إذا لحد الآن لازالت القوات الشرعية في عدن تحتاج إلى دعم، تحتاج إلى مؤدات عسكرية حتى تستطيع أن تحارب، ومثل ما قلت سابقا أن قوات الجيش لم تدخل إلى عدن إلى حتى هذه اللحظة، لم تدخل، لازالت في منطقة العلم، والألوية التي موجودة الآن في عدن هي ألوية قليلة طبعا وقوات أفراد قليلة، لكن تحتاج إلى دعم، تحتاج إلى سلاح، تحتاج إلى مؤدات، فهذه كلها مثل ما قلت هبة شعبية، ولم تكن يعني قوة أمنية دخلت من الخارج بل جاءت من الداخل. لهذا هذه القوة تحتاج إلى دعم، وتحتاج أن قوات الجيش الموجودة في العالم أن تدخل إلى العاصمة عدن وتنهي هذه الأزمة. أشكرك جزيلا أحمد ماهر الصحفي من عدن. أعود للأستاذ كمال، إذن هذه العناصر أو التي من الداخل المجلس الانتقالي يوصفها بأنها خلايا إرهابية نائمة، في حين أن تقول المقاومة الجنوبية والأستاذ أحمد هذا التوصيف أو ربما، وحديث أيضا عن دروس الزبيدي عن صمود، البعض يقول أنه ربما يتم دخول القوات الشرعية باتفاق وضغط سعودي ولا تحدث أي مواجهات، لكن هذه النبرة وهذا الحديث من عيدروس الزبيدي والتوصيف، ما الذي يمكن أن يتوقع أن يحدث خلال الأيام القادمة فيما يخص؟ هو بالنسبة له توصيفه يعني يخص أو يأتي في مسار عمله أو في مسار يعني طريقته للتعامل مع الأحداث، وبيوصفهم خارجين عن القانون أو خارجين أو عصابات مسلحة تنتمي لحزب الإصلاح الإرهابي الإخوانجي وما إلى ذلك، لأنه هو في إطار يعني هو مشروع قائم على هذا الأساس، وهو بالتالي يعني من وجهة نظره الأمر كذلك منطقي يعني. لكن هذا يعني حقيقة ما حدث، كل هذا الذي تم منذ الصباح حول سيطرة شبه كاملة على مدينة عدن وهي عبارة عن مجموعات مسلحة لا غير، هذا كان شيء لافت للانتباه أن هناك قوة لا تزال داخل عدن تابعة للحكومة الشرعية أو أنها مؤيدة للحكومة الشرعية وليست مؤيدة للمجلس الانتقالي، وكادت أن تسقط مدينة عدن، يعني كادت يعني عملت يعني وجهت ضربة قوية كادت أن تسقط قوات كبيرة للمجلس الانتقالي تابعة للمجلس الانتقالي.
فهذا يدل اولا على ان المزاج الشعبي داخل مدينه عدن ليس مع المجلس الانتقالي بالكامل، او انه ربما ليس مع مجلس الانتقالي الا بقدر قليل جدا يعني، وهم اتباعه الذين لا يمكن تغير موقفهم بشكل او باخر. لا تزال هناك قوه شعبيه مؤيده للشرعي داخل عدن، وهذا الامر بات يقلق المجلس الانتقالي في هذه المرحله، خصوصا وانه محاط من عدن وايضا من لحج، وهذا سيسهم في الضغط على المجلس الانتقالي. اعتقد سيسهم في الضغط على المجلس الانتقالي بالاضافه الى ضغوط السعودي وضغوط القوه العسكريه التابعه للحكومه الشرعيه في ان يجنب المدينه القتال، لانه سيخسر. اعتقد انه يعني اي مغامره الان بالدخول في حرب كبيره ستكون نتائجها وتكلفتها كبيره جدا، لكنها لن تكون في صالح مجلس الانتقالي، وقد يتسبب هذا في ضربه قاسمه مجلس الانتقالي في المرحله القادمه يعني. فلديك التسليم لا يعتبر نهايه للمجلس الانتقالي؟ لا اعتقد في اطار تسليم سيكون في اطار يعني حل سياسي، وحل سياسي سيضمن له تواجد في السلطه الشرعيه، تواجد في الحكومه. لكن هنا ايضا نقطه مهمه، وهي انه اي حل سياسي يقدم المجلس الانتقالي يعني مطالبه داخل يعني بالشراكه في الحكومه الشرعيه، هذا امر سيء، لانه اولا رغم ايجابياته الكثيره في تجنيب المدينه الحرب وفي الوصول الى حل سياسي يجعل الحكومه الشرعيه تعمل من عدن، لكن هناك ايضا سلبيه، وهي انه يعني المجلس الانتقالي اولا لا يمثل كل الجنوبيين، وقد وضحت الاحداث خلال الايام الماضيه، فبالتالي مقابل ماذا ستعطيه؟ مقابل فقط تجنيب الحرب، وهذه يعني هذا منطق عصابه، يعني هناك اطراف جنوبيه كثيره ستفكر فيما بعد او لاحقا بانها تمارس نفس ما قام به المجلس الانتقالي مهما كانت قوتها، لكنها ربما تفكر بنفس المنطق، اعلن حرب ضد الحكومه الشرعيه لا ادخل في شراكه مع الحكومه الشرعيه. لدينا عبد الرب منصور هادي وكثير من الجنوبيين يعني هم الحكام، ولدينا قوى جنوبيه اخرى ليست تابعه للمجلس الانتقالي، ولدينا المجلس الانتقالي، فلماذا نجعل المجلس الانتقالي هو المتحدث باسم الجنوب وهو مجرد مكون ضمن المكونات؟ لكن في كل الاحوال اعتقد ان حل سياسي يضمن الحد الادنى من الاستقرار في المناطق الجنوبيه، ربما يكون يعني تكلفه مناسبه. ما يزال الناس اليوم والمتابعين حتى اللحظه ومن يتابعنا يبحث عن سر ما وصف بالانهيار الكبير او الانهيار المتسارع، ما اسباب ما حصل اليوم؟ يعني لو لاحظنا كان مثلا في يناير في بدايه يناير 2018 عندما كانت العمليه الاولى للمجلس الانتقالي ضد الحكومه، كان هناك يعني هي قوة متكافئة، كانت القوة داخل عدن متكافئة إلى حد ما يعني، واستطاعت القوة الشرعية الصمود ومواجهة تقدم وإحراز تقدم، ولكن ما حصل كان هناك دعم إماراتي وهو الذي مكن قوات المجلس الانتقالي من ضرب بعض المعسكرات التابعه للشرعيه والوصول الى يعني كان إلى وما زال هذا الدعم الاماراتي حتى لحظه مستمره. هذا في المرحله الاولى في يناير 2018 راينا ايضا في هذه قبل اسبوعين انه كانت قوات الشرعيه رغم يعني انها ضربت في يناير 2018 يعني حققت تقدم كبير ويعني انجاز لم يكن احد يتوقعه يعني. وكادت قوات المجلس الانتقالي ان تخسر لولا ان دعمتها الامارات كما صرح نائب رئيس الوزراء وزير الداخليه ب 400 مدرعه، والحكومه الشرعيه او القوات الشرعيه ليس لديها هذه القوات، فاستطاعت ان تحقق الانجازات. هذا يعني قوة المجلس الانتقالي ليست بذلك يعني الثقل او ذلك الخطوره يعني في الحقيقه، لكنها قادره على الحاق خسائر، لكنها غير قادره على كسب معركه كبرى يعني، عندما تتواجه مع الحكومه الشرعيه فستخسر حتما يعني. لا هم يقولون انهم تعرضوا له خارجي. خيانه وغدر لانهم التزموا بجهود التهدئه المفروضه من السعوديه والامارات. لا لم يلتزم، لو كان التزم هناك دعوات من السعوديه ومن التحالف بالانسحاب من المقرات العسكريه، ما هو الالتزام في وجهه نظره؟ خرج هاني بن بريك يهدد انه سيصمد في وجه التحالف اكثر من خمس سنوات كما صمد الحوثي، لكن وكان مدعوما في هذا باعاز من ابو ظبي، كان هاني بن بريك المجلس الانتقالي بشكل عام كان وبإعاز من أبو ظبي يقول أو يعتقد أنه ليس بوسع السعودية خوض حرب أخرى في اليمن، نظرا لأن الحرب الأولى التي تخوضها مع ميليشيا الحوثي يعني أصبحت يعني لم تكسبها أو أصبحت سيئة عليها، وبالتالي كان قد يعني دفع من قبل أبو ظبي للتعنت والرفض والتحدي، مؤمرا أنه لا يمكن أن تخوض أو أن تندفع السعودية في هذا الاتجاه. لكن ما حصل أنه فقط السعودية ربما سمحت للحكومة الشرعية وقوات الحكومة الشرعية بأن تواجه المجلس الانتقالي، فحدث ما حدث يعني. طيب نشارك معنا بالنقاش أيضا من عدن الكاتب الصحفي أحمد جعفان الصبيحي. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، مرحبا بك. قبل لحظات ظهر هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي على مدخل مطار عدن، هذا التطور إلى ماذا يشير في ظل الحديث ربما عن سيطرة الحكومة الشرعية على العاصمة المؤقتة الآن؟
حقيقة الأنباء متضاربة ولا تفيد بما يحدث على الواقع وعلى الأرض. بالطبع يعني نحن صحونا في ساعات الصباح الباكر على بعض الأخبار التي يعني تتحدث عن قدوم قوات كبيرة للجيش التابع للشرعية من جهة أبيان، وحتى استمر هذه الأخبار تتوارد حتى ظهر اليوم وحتى أيضا الساعات الأولى من فترة العصر، لكن لا تلبث الأحداث أن تغيرت في العاصمة المؤقتة عدن وتغيرت كل الموازين، وكان هناك حديث عن وصول يعني رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي من أبو ظبي إلى عدن، وكان أيضا هناك حديث عن وصول هاني بن بريك، وهذه يعني الامور القت بدلالها على يعني طبعا كان هناك كثير من الارتباك في صفوف قوات المجلس الانتقالي وفي ظل الانباء المتوارده عن قدوم القوات الشرعيه، لكن يبدو انه حدثت امور كثيره في الخفاء وغيرت الموازين والمعادله على الارض، وبالتالي يعني طيب ما الذي حدث برايك في الخفاء؟ طيب ما الذي حدث برايك في الخفاء؟ ضربت يعني قواتها على مداخل الشوارع وعلى مداخل. طيب استاذ احمد، ما الذي حدث في الخفاء وكيف تقرا المشهد القادم في العاصمه المؤقته؟ نعم، يبدو ان هناك يعني ثمه تسويه حدثت يعني بين شركي التحالف العربي وباتجاه يعني ضبط ايقاع المعركه والحيلوله دون صدامات، والعسكريه الهائله التي كانت ربما ستحدث في عدن في ظل تحشيد قوى الطرفين المتصارعين، ويعني نحن نعلم ان الانكسارات التي حدثت في المجلس الانتقالي في جوه وابين جعلته يعزز موقفه العسكري في عدن، ويريد ان يخوض جوله من الصراع يعني تحفظ له ماء الوجه وتحفظ له ايضا وجوده، يحافظ على وجوده في عدن عندما استولى عليها بقوه السلاح. بالطبع يعني كان يعني ربما حدثت بعض الامور التي يعني في الخفاء، ويعني بين يعني نحن نعرف ان يعني الاتجاه العام لتفكير دول التحالف في اليمن انه يعني اداره للازمه وعدم تمكين فريق من التغلب على فريق، رغم انه معركه شبوه اثبتت لنا ان ثمه تقارب كبير حدث بين رؤيتي الشرعيه والمملكه العربيه السعوديه بعد اصطلاح مشروع دوله الامارات العربيه المتحده وبصماتها السوداء التي يعني وضعتها في عدن وفي الجنوب عموما، بغيت اهداف واجنده خاصه تريد ان تحققها لنفسها استغلالا للموقع الجيوستراتيجي الهام يعني. هل هذه التسويه سيكون نتيجه لها وهذا الضغط السعودي كما تقول استاذ احمد، هل سيكون ستدفع باتجاه حسم الامور عسكريا لصالح الشرعيه وان تتملك زمام الامور في الملف الامني والعسكري داخل العاصمه المؤقته وبالتالي باقي المناطق المحرره، ام سيبقى نفوذ لكل طرف من الطرفين سواء المجلس الانتقالي والحكومه الشرعيه؟ نعم، كان هناك مؤشرات كبيره على هذه المساله التي ذكرت، وفي ظل يعني تهور المجلس الانتقالي وقفزته الكبيره في يعني الى الهواء دون رؤيه الموقع الذي يجب ان يحط اقدامه فيه، وبالتالي يعني هذا التهور يعني افقد الانتقالي ورقه طالما يعني تمسك بها هي ورقه القضيه الجنوبيه ويعني عدالتها وما شابه ذلك، لكن اغرته يعني اغراء الدعم الاماراتي باستخدام القوه العسكريه ضد يعني المربعات المحدده لمعسكرات الشرعيه، طبعا هناك كان هناك توازن كبير حدث في خلال الاربع سنوات الماضيه بين القوات العسكريه التابعه للشرعيه والقوات العسكريه التابعه للمجلس الانتقالي من احزمه ونخل وما شابه ذلك، لكن الانتقالي تجاوز هذه الخطوط الحمراء وهاجم معسكرات الشرعيه وحسم الامر عسكريا بالحيله وباستخدام يعني اساليب وطرق ملتويه. طيب سؤال الاخير لك استاذ احمد، قراءتك لمستقبل المجلس الانتقالي الجنوبي الان بعد ما حدث؟
طبعا يعني لا توجد يعني يعني مؤشرات ومعطيات لقراءه واضحه في ظل يعني تضارب الاخبار وفي ظل ايضا اختلاط الاحداث ببعضها وكل هذه المشكلات التي يعني والتفاصيل الموجوده في عدن وفي الجنوب وفي اليمن عموما. لكن ربما تكون هناك يعني رؤية مشتركة بين دول التحالف على حول تسوية تضمن للانتقالي يعني حصة مقبولة يعني معقولة في التقاسم الحكومة وفي أيضا يعني التقاسم يعني وتقاسم لعب الأدوار سواء على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي. هذا هو ربما الذي ربما هو المعطى الأهم الذي يعني يدور الآن حول حوار مرتقب ربما يجري فيه جدا. لكن الانتقال طبعا هو يراهن على القوة العسكرية ويرى أن قيمته الحقيقية لا تتحدد إلا من خلال ما يملكه من سلاح وعتاد عسكري ولا يراهن على مشروع سياسي لأن المشروع السياسي يعني لا يدور في خلده ولا يمتلك هو الأدوات المناسبة ل الدخول في اي مشروع سياسي ضمن التشكيله وضمن المعطيات الموجوده على المشهد السياسي لانه يغار كثيرا من بعض القوى الموجوده ومشاركتها في المشهد السياسي ولا يضمن ايضا حصته التي يريدها في الاستحواذ على النطاق الذي يراه ميدانه الخاص وهو المحافظات الجنوبيه. وبالتالي يعني المشهد معقد كثيرا والمسائل هنا يتم التفكير فيها عن طريق يعني عن طريق القوة يعني فرض الإرادة بالقوة وبالتالي ربما يستمر الصراع كثيرا. ونحن طبعا نترقب ونتمنى أن يدخل الجميع ضمن المشروع السياسي بمنظومة الانتقالي حتى يجنبوا هذا الشعب المزيد من خسائر في الدماء والأرواح ويجنبوا أيضا المدنيين في عدن وما حول عدن من يعني ما قد يحدث من سفك الدماء ومن تقويض الأمن والاستقرار النسبي والقليل والذي هو أصلاً بالحد الأدنى. أشكرك أستاذ أحمد، شكراً جزيلاً لك أستاذ أحمد جعفر الصبيحي، أشكرك جزيلاً. نعم. كنت معنا من عدن العاصمة الوقت، شكراً جزيلاً لك. أستاذ كمال، أن تقول أن ما حدث ربما لأنه القرار السياسي استعيد للحكومة الشرعية بدعم إقليمي ربما، فبالتالي حدث ما حدث اليوم، لكن يظل السؤال هل الوضع بشكل عام هو تحت السيطرة؟ معسكر الشرعية والتحالف ومن اليوم يتحكم بالمشهد؟ يعني من المعلوم أنه من يتحكم بالمشهد من 2015 هي السعودية يعني كانت إلى جوار الإمارات، كانت الإمارات يعني لديها قدرات، أثبتت أنها لديها قدرات يعني كبيرة في اللعب على الأوراق اليمنية وحققت حضور كبير يعني خلال الفترة الماضية، جمعت أطراف عدة واستطاعت أن تكون لها قوة داخل المشهد اليمني في الجنوب تحديدا. لكن بشكل عام السعودية هي اللاعب الأقوى داخل المشهد اليمني وهذه لها تجربة تاريخية طويلة، أو بحكم التجربة التاريخية الطويلة من التدخل الكثيف في الساحة اليمنية. أنا يعني لا أقول أنه هناك دعم سعودي للحكومة الشرعية، هناك ضوء أخضر يعني إذا إلى حد الآن ليس لدينا معلومات كاملة حول ما الذي قدمته السعودية، ولكن الضوء الأخضر هو الذي كان يعني سيد الموقف في هذه المرحلة. الحكومة الشرعية يعني وصلت إلى ما وصلت لها الآن ليس لأنها حصلت على دعم جديد من السعود، ولكنها حصلت على ضوء أخضر وهذا هو الأهم. استعدت الحكومة، بالنسبة للحكومة هي يعني كانت رافضة هذا الشيء من 2000 ويعني من ما تحررت عدن 2015، لكن كان هناك ضغط من السعودية ومن التحالف يعني ومن الإمارات، كان هناك ضغط إماراتي وكان هناك سكوت سعودي على ما يحصل. في هذه اللحظة يعني ارتفع صوت الحكومة الشرعية نظرا لأنه يعني واجهت مصير نهاية محتومة بعد ما حدث في عدن، كان مصير الشرعية انتهى يعني أو نهاية الحكومة الشرعية، فبالتالي ولأن الشرعية ورقة سعودية فأرادت السعودية أن لا تخسر هذه الورقة يعني حتى الآن. طيب هل ستمضي مع الشرعية إلى الأخير؟ ستستعيد الشرعية كامل القرار في العاصمة المقطعة عدن المحافظة المحررة بدعم سعودي، أم ربما هي تطورات لحظية تفضي إلى تقاسم نفوذ ومصالح ما بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقال الجنوبي؟ لأن البعض يقول أن هذه التطورات ربما هي فقط لحظية لأن لها علاقة بالضغوط الأمريكية، ولم في هذه اللحظات على فكرة هناك اجتماع بين الأمير السعودي خالد بن سلمان ومايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي. يعني حقيقة الأمر متعلق بالموقف من الإمارات يعني
ما يحدث الآن يعني رأينا كان فيما حصل اولا فيما حصل في عدن قبل اسبوعين عندما سيطرت قوات الميليشيا الانتقالي كان هناك صمت مريب من جانب السعودي واعتقد الناس ان هناك تقاسم او رضا او يعني تشارك سعودي اماراتي في 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 ضرب الحكومه الشرعيه والوصول بالقضيه اليمنيه الى نهايتها حول يعني بما معناته انتهاء ووضع الشرعيه وبقاء اليمن بهذا الشكل. لكن بحسب او فيما مضى خلال الايام الماضيه راينا ان هناك ما يبدو انه تصاعد في الخلافات السعوديه الاماراتيه وهذا يعني جعل السعوديه تتحرك بهذا الشكل او يعني تعطي الحكومه الضوء الاخضر للمضي قدما في مواجهه المجلس الانتقالي واستعاده عدن والمحافظات الجنوبيه. هل ستبقى او هل ستدعم الحكومه الشرعيه هل ستدعم السعوديه الحكومه الشرعيه؟ هذا رهن بالتطورات القادمه، لكن هو الخيار الافضل بالنسبه للسعوديه، هو الخيار الأكثر جدوى بالنسبة للسعودية، لأنه السعودية بما أن الشرعية هي ورقة السعودية أمام المجتمع الدولي ولتبرير تدخلها في اليمن ولتبرير حربها على اليمن طوال الخمس سنوات الماضية أو الأربع سنوات الماضية، فليس هناك من خير أمامها إلا دعم الشرعية. كيفية هذا الدعم وإلى أي مدى هذا مرهون بالصورة. كما تقول أن الشرعية هي ورقة السعودية التي تلعب بها لتواجدها في اليمن، أيضا المجلس الانتقالي وهذه القوى الأخرى، هل يمكن التخلي عن ورقة المجلس الانتقالي اليوم؟ لا أعتقد أنه سيتم التخلي عن المجلس الانتقالي. المجلس الانتقالي ورقة أولا يعني ممكن يعني السعودية ممكن تلعبها بعدة اتجاهات على الأقل في مواجهة أو لإرضاء الإمارات، يعني هي السعودية لا ترغب بالوصول بعلاقاتها مع الإمارات إلى حد تدهور الكامل والقطيعة والعداء، يعني هي ستبقى على المجلس الانتقالي وعلى القيادة الجنوبية أولا للإبقاء على الإمارات إلى جانبها، أيضا لمواجهة أي تطلعات من جانب الحكومة الشرعية يعني. ولو كلنا نعرف أن السياسة السعودية في اليمن لديها يعني أهداف ومشاريع طويلة المدى في بالنسبة للإمارات لليمن، فبالتالي ستبقي على هذه الأوراق جميعها. حتى الآن مسألة الحوثي يعني هي لم تقبل أو لم ترضى حتى الآن بأن يتم الوصول مع ميليشيا الحوثي للنهاية، يعني إنهاء المعركة. توصل كمل، ما بعد التحرير كانت هناك حكومة وفعل سياسي، كان مجلس الانتقالي وقياداته اليوم البارزة مشاركة في هذه الحكومة في هذا الفعل السياسي. الآن أيضا سيحصل حوار في جدة وسيجتمع كل الأطراف وسيحدث تشكيل حكومي وسيكون موجودين، ما الذي سيختلف هذه المرة عن المرة السابقة وما هي الضمانات اليوم لأن يظل كل الفاعلين سواء المجلس الانتقالي أو الحكومة الشرعية تحت السيطرة ويتجهوا جميعا في الهدف الرئيسي الذي يتم الحديث عنه الآن بتضبيط البوصلة نحو إنهاء الانقلاب الحوثي؟ هو ما لم يتم الاتفاق بشكل يعني شبه كامل على يعني مشروع اليمن الكبير الاتحادي والقبول او المضي دائما بجعل الميليشيا الحوثي هي العدو الاول وتوجيه المعركه باتجاهها، فاعتقد لن يختلف الامر كثير. يعني سيختلف نوعا ما من ناحيه انه الميليشيا الانتقالي الان يعني هو في كل الاحوال خاسر الى اي حد مدى او الى اي مدى ستكون الخساره، لكنه في كل الاحوال خاسر. يعني كان وضعه قبل اسبوعين افضل من الان، يعني لو كان قبل دعوه التحالف للتخلي عن المواقع العسكريه التي سيطر عليها والذهاب الى حوار كان سيتحدث منطقه، والان سيذهب بمنطقه المهزوم، يعني هو هزم في شبوه، هزم في عدن، في ابيان، وايضا في لاحج الى حد ما يعني وهي احد معاقله الكبيره يعني. وايضا في عدن الامر شبه محسوم، وبالتالي هو سيكون من موقع الهزيمه لن يحصل في الحكومه القادمه على افتراض ان هناك سيكون هناك اتفاق سياسي، لن يحصل على يعني الشيء الكثير، ويعني المكاسب التي سيكسبها ستكون مكاسب شخصيه لقياداته. الميليشيا الانتقالي خسر الكثير خلال الايام الماضيه، خسر فكره تمثيل الجنوب، لم تعد هذه الفكره صالحه لتقديمها امام الحكومه الشرعيه او امام المجتمع الدولي حتى انه يتحدث باسم الجنوب، خسر قوه ايضا على الارض، وبالتالي سيكون وجوده يعني الى حد ما مساله ارضاء. فهذا يعني ربما حديث الخساره هذا الان ربما فيه بعض اللبس، مثلا الان وزير الخارجيه الامريكي يقول لابد من حوار ما بين الحكومه والمجلس الانتقالي، اذا معترف به كطرف فاعل في المشهد اليمني. هو ما زال يمتلك قوه عسكريه، هو ايضا يمتلك جماهير، هو سيبقى قوه يعني فاعله، لكن هذه الجماهير يعني خلال الايام الماضيه راينا انها تقول او راينا الكثير يقول نحن مع سعادة الجنوب، مثلا هناك انفصاليين يقول نحن مع سعادة الجنوب ولكننا لسنا مع الميليشيا الانتقالي بهذا الشكل، يعني لماذا نرتهن للامارات بهذه الطريقه؟ اصبحت القضيه الجنوبيه عباره عن اداه اماراتيه، وهذا الشيء يعني جعل الكثير من يعني شعبيا وايضا من المكونات الجنوبيه يرى انه هذا ان مسار الميليشيا الانتقالي يضرب القضيه الجنوبيه، يضرب مشروعهم الجنوبي يعني، وبالتالي يعني لم يعد الميليشيا الانتقالي بتلك القوه.
يعني حتى فكرة الحوار مع الميس الانتقالي ربما يتم توسعتها ليكون حوار مع مكونات جنوبية، لن يبقى الميس الانتقالي يعني هو الممثل الوحيد وهو الذي سيحصل على كل ما يجب أن يحصل عليه الحراك الجنوبي أو من يمثلون القضية الجنوبية. طيب مخاطر ما يحدث اليوم على النسيج الاجتماعي في عدن، هل هناك مخاطر؟ طبعا يعني في كل الحروب هناك مخاطر، يعني على اجتماعي يعني مخاطر اجتماعيه ما حصل. راينا انه تمت السيطره على عدن خلال الايام الماضيه او الاسبوع الماضي بقوات لم تكن يعني او كان يتم وصفها دائما بانها ليست يعني جنوبيه خالصه، انما تمثل بعد او ان لديها بعد مناطقي. راينا ايضا قوات الحمايه الرئاسيه هي ايضا ذات بعد مناطقي. راينا ان الميس الانتقالي او قوات الميس الانتقالي ضربت في شبوه وضربت في أبيان، هذا يعني يعيد الفكرة يعني يعيد تشكيل يستحضر صراعات قديمة ومشاريع ثار ومن يعتقد أنه هذه الصراعات لا أثر لها فيعني هو مخطئ تماما. يعني يعني كان واضح من أيام من الأيام الأولى المعركة أن هناك تقابل في المعسكرات، يعني معسكر الضالع ويافع مقابل معسكر أبيان داخل عدن، الحماية الرئاسية والأحزمة الأمنية. رأينا الآن أيضا شبوة تدخل في الخطوة، هذا أمر يعني بالغ الدلالة مهما كانت التغطيات التي يتم اللعب عليها، إلا أنه يعني في الحقيقة ضرب الميس الانتقالي من قبل قوات من شبوة. سيقولون جاء الإصلاحيون من المأرب وجاء، هذه كلها عبارة عن إفراغ شحنة غضب يعني لا أكثر. الحقيقة أن هناك انقسام اجتماعي، وهذا يعني معطى تاريخي لا يمكن المغالطة أو يعني محاولة تجاوزه يعني. طيب هذا له تأثيرات يعني في طيب أي مستقبل. نشارك معنا شفيع العبد الكاتب والمحلل السياسي ينضم إلينا، ووكيل وزارة الثقافة ينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة. أهلا بك أستاذ شفيع. اهلا بك اخي ومتابعي قناه بلقيس وضيوفك الكرام. استاذ شفيع، مؤيدي الانتقالي يقول ان اليوم ما يحدث في عدن هو تكرار ل 94، ما رايك؟ يا عزيزي فعمد الاله الاعلاميه للمجلس الانتقالي على احداث كثير من المقالطات في التعاطي مع الحقائق على ارض الواقع. القوة التي نهبت مشروعهم الانقلابي منذ انقلاب عدن في 1 أغسطس هي قوة وأدوات جنوبية خالصة، هي من ذات التربة التي ينتمون إليها هم أيضا. محاولة حرف مسار المعركة بأنها معركة ما بين الشمال والجنوب لا تستقيم مع معطيات الواقع. الواقع يؤكد أن هناك صراع إرادات، إرادة الدولة وإرادة الفوضى. فجزء كبير جدا من أبناء الجنوب اصطفوا مع مشروع الدولة لإيمانهم الحقيقي بأن لا خيار لهم ولا نجاة لهم إلا في إطار مشروع الدولة، وأن القضية الجنوبية لا يمكن حلها بهذه الطريقة العبثية، وإنما لابد من انتهاج أسلوب الحوار والعودة إلى طاولة الحوار واعتماد الآليات السلمية. الحراك الجنوبي السلمي منذ انطلاقته في 2007 كان يناضل من أجل الحل السلمي للقضية الجنوبية وفق الآليات والأدوات السلمية بعيدا عن الاتكاء على العنف. لكن الإخوان في المجلس الانتقالي للأسف الشديد لأنهم يمثلوا أجندات خارجية استطاعوا الإساءة إلى القضية الجنوبية وتمزيق النسيج الاجتماعي الجنوبي. ما يحدث اليوم هو محاولة أخيرة دعني أسميها لعلها رفسات التيس المذبوح على المجلس الانتقالي أن يتخلى عن أدوات القوة المحضة والعودة إلى الآليات السياسية والأدوات السياسية والتخلص من ادعاء تمثيل الجنوب او احتكار تمثيل القضيه الجنوبيه. طيب صراع ارادات تقول طرف فيه الشرعيه، اليوم الشرعيه قادره على حسم الامور لصالحها وتثبيت اركان ودعائم الدوله؟ طبيعه المعركه ونتائجها التي رايناها في شبوه وابين ولحج وعلى مشارف عدن تؤكد بان هناك نيه حقيقيه لاستعاده الدوله وفرض هيبه الدوله. لأن لا خيار لنا كيمنيين لاستكمال معركتنا باتجاه استعادة العاصمة صنعاء وتحريرها من ميليشيات الحوثي إلا بالحفاظ على مشروع الدولة وإصلاح منظومة الدولة من داخلها. في اختلالات، في تجاوزات، في هناك حالة من الفساد في محاولة لاحتكار الدولة، علينا أن نناضل من أجل تصحيحها من داخلها ولا نهدم المعبد فوق رؤوسنا جميعا. فقط النية شرط لتوفر الشرط الأساسي للدولة تتمكن من إثبات حضورها. الآن الحكومة الشرعية وقواتها ما زالت على أطراف العاصمة المؤقتة عدن، ما زال هاني بن بريك قبل قليل يظهر من بوابة مطار عدن، ما زال هناك تواجد لقوات المجلس الانتقالي داخل العاصمة المؤقتة. ما الذي يمكن أن يجعل الأمور تحسن بشكل نهائي لصالح الحكومة الشرعية وكما تريد المملكة العربية السعودية كما يتحدث مسؤوليها حتى الآن؟ قوات الحكومة إذا كانت جادة يعني فيما تطرح. القوات الشرعية حريصة على دماء الناس
وبالتالي ما زالت تمد يد السلام والحوار. قواتها موجودة على مشارف عدن لم تتوقل إلى المدينة لشعورها ولإحساسها بأن هذه الجماعة ستتمترس خلف ستجعل من المواطنين دروع بشرية وستتمترس خلف المباني والمناطق السكنية. فما زال ما زالت الكرة الآن في ملعب المجلس الانتقالي لتجنيب العاصمة عدن مزيدا من الدمار. الدولة لديها القدرة بالحضور في عدن وتأدية وظيفتها الأساسية في حماية الناس، حماية حريات وحقوق الناس. المحاولات التي يظهرها المجلس الانتقالي من استماته والتقاط الصور هنا أو هناك، لأن القوات الحكومية لم تدخل بعد إلى المدينة عدن، وما حدث من سيطرة على بعض المناطق داخل المدينة هي عبارة عن المقاومة الموجودة داخل عدن، القوات ما تبقى من الحماية الرئاسية وقوات الأمن وبعض المقاومة المناهضين لمشروع المجلس الانتقالي، هم الذين قاموا تصدوا لهذا المشروع صبيحة هذا اليوم. طيب، كان هناك حديث أن السعودية هي من سلمت عدن للانتقالي ضمن تآمر مع الإمارات خلال الأيام الماضية، اليوم ما الذي حصل بالنسبة للسعودية؟ هل حصل أي تغير في السياسة السعودية؟ أعتقد يا أخي أن سقوط مدينة عدن بذلك الشكل المخزي هو كان في إطار المناكفات أو تقاطع المصالح أو تعارض المصالح الذي حصل داخل التحالف العربي. ربما اليوم السعودية بدأت تستشعر الخطر وأن لابد من استكمال مهمتها وتسجيل نصر يحسب لها في الملف اليمني. الإمارات لعلها استشعرت الخطر وتحاول أن تسحب نفسها من المشهد اليمني رويدا رويدا مع خلق حالة من الفوضى عن طريق المجلس الانتقالي لكي تحمي نفسها من الملفات التي ستفتح مستقبلا فيما يتعلق بالانتهاكات التي ارتكبتها بحق اليمنيين في عدن وغيرها من المحافظات. أشكرك جزيلا أستاذ شفيع العبد وكيل وزارة الثقافة، كنت معنا من العاصمة المصرية القاهرة. وكيل وزارة الشباب والرياضة، شكرا جزيلا لك. أستاذ كمال، السعودية حسمت موقفها من مسألة الانفصال؟ أعتقد بأي شكل من الأشكال هذا ما يفترض، يعني لأنه دولتين متقاتلتين ومتخاصمتين على حدودها الجنوبية هو أمر سيء بالنسبة للسعودية، لكن يعني لا يمكن التنبؤ بالنسبة للسياسة السعودية، لا يمكن التنبؤ بسلوكها على المدى الطويل بل حتى على سلوكها في الأسبوع القادم، يعني لأنها لا تعتمد استراتيجية واضحة، هي متغيرة دائما وتبعا لمزاج الحاكم الذي يحكمها. وفي كل الأحوال السعودية لديها أطماع تاريخية في اليمن، لديها فكرة سيئة عن كيف يجب أن يكون اليمن، وهو دائما يجب أن يكون دولة ضعيفة تابعة باعتبار الحديقة الخلفية للسعودية. لكن دعنا نقول أنه في هذه المرحلة السعودية اكتشفت أو أعادت اكتشاف اليمن، أعادت اكتشاف أنه لا يمكن أن يكون هناك يعني استقرار داخل المملكة، ولا يمكن أن يكون هناك وضع جيد بالنسبة لها يؤهلها للعب أدوار إقليمية أو حتى لتحقيق الاستقرار الذي تطمح إليه داخلها إلا بوجود يمن مستقر وأيضا خالي من الصراعات. طيب، أنا أريد أن أستغل الوقت الباقي في الحلقة، هل انتهت التحديات أمام الحكومة التي كانت تعيق من عودتها إلى عدن وممارسة مهامها وأداء مهامها؟ حتى اللحظة لم تنتهي، أولا القوات لا تزال في منطقة العلم في خارج عدن، يعني رئيس الوزراء صرح أن الحكومة ستعود. هو الخطوة التي يجب أن تحدث، يعني الخطوة التي يجب أن تحدث المرحلة التالية هي أن تعود الحكومة، بل ويجب أن يعود الرئيس هادي إلى داخل عدن، لأنه كل ما حدث الآن خلال 4 سنوات كان عبارة عن تراكم فشل لعدم وجود الحكومة وعدم وجود الرئيس هادي داخل عدن ويعني والعمل من داخل الدولة. إذا لم تعود الحكومة الشرعية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بخصوص وضع عدن خلال اليومين القادمين وتجنيب المدينة معركة كبرى وخسائر فادحة، وتعود الحكومة على إثرها إلى داخل المدينة والعمل منها، فإنه كل شيء الآن هو كما هو وربما أسوأ مما حدث، لأنه أي ربما تنشأ جماعات أخرى داخل المدينة وربما تتمدد العناصر الإرهابية داخل المحافظات الجنوبية بفعل مناكفات سياسية يعني. والأمر الآن يعني مفتوح على كل الاحتمالات. في نص دقيقة ونحن تجاوزنا الوقت، القاعدة إلى أي حد هي خطر ربما ضمن التخوفات الكبيرة؟ لا زالت تخوف، خصوصا أنه المعارك التي تم خوضها ضدها لم تكن معارك حقيقية، يعني في المراحل السابقة كان هناك خروج يعني غير مفهوم للقاعدة من بعض المناطق، تم احتسابه نصرا ضدها ويعني تدميرا لها. في المرحلة الحالية هي القاعدة على الدوام، كانت دائما ضمن اللعبة السياسية اليمنية، وبالتالي ممكن أن تعود خلال الأيام القادمة إذا لم يحدث أي يعني حسم نهائي للملف المحافظات الجنوبية وعدن على وشر. أشكر
شكرا جزيلا استاذ كمال حيدر الزميل الصحفي، كنت معنا ضيف في الاستوديو، شكرا جزيلا لك، وايضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقه من المساء اليمني في الغد، حلقه جديده في امان الله.